السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لأجمل طلبة في الدنيا، طلبة الصف الثالث الثانوي التجاري، مهنة كاتب حسابات. النهاردة إن شاء الله هنكمل مع بعض وحدة المحاسبة الضريبية، طبعا تكملة للحلقات اللي فاتت. احنا خدنا الضريبة على المرتبات وما في حكمها، وخدنا الضريبة على المهن الحرة، وخدنا طبعا السؤال عن الضريبة على التجاري والصناعي. النهاردة إن شاء الله برضو هنتكملة للضريبة على النشاط التجاري والصناعي. هنشوف ايه الضرائب اللي بتخضع للضريبة وتعترف بها مصلحة الضرائب، ايه الضرائب اللي ما بتعترفش بها مصلحة الضرائب، ايه الارباح المعفاة من الضريبة خالص. طبعا هناخدها بالتفصيل، بس دي جزئية النظري. هناخد الجزئية النهاردة النظري اللي يخص النشاط التجاري والصناعي. ركزوا معايا النهاردة ان شاء الله في الجزئية اللي احنا هناخدها. احنا قلنا ان الضريبة طبعا دي مبالغ نقدية إلزامية بتفرضها الوحدات الحكومية على العاملين والايه والشركات، او على الموظفين والشركات، بحيث ان هم يغطوا التكاليف الخاصه بالخدمات الخاصه بالدوله، زي بناء الطرق والكباري، زي دعم السلع، زي بناء المدارس والمستشفيات الى اخره. وقلنا قبل كده برضو ان الضريبه دي بتكون فيها 4 خصائص: لازم تكون نقديه كاش ادفعها نقدا، لازم كمان تكون كافيه تكفي الحاجات اللي انا عايز اصرف عليها، لازم تكون سهله وميسره في عمليه التحصيل، كمان لازم تكون منتشره في كل القطاعات او على كل القطاعات. النهارده ان شاء الله هناخد الجزئيه الخاصه بالنشاط التجاري والصناعي، وتعالوا نتناولها بالتفصيل، وكل بند هنشرحه كالاتي. ركزوا معايا كده. اول حاجه الضريبه على دخل الاشخاص الطبيعيين بس من النشاط التجاري والصناعي. ركزوا معايا في السؤال، ايه هي الايرادات الخاضعه للضريبه؟ يعني انا لما اروح دلوقتي لاي نشاط منشاه او اي شركه ويجيبوا لي قائمه الدخل الخاصه بيهم، ايه الحاجات اللي انا هعترف بيها والايرادات الخاضعه للضريبه، يعني ايه الايرادات اللي بتبقى خاضعه للضريبه؟ اول ايراد عندي قال لي ارباح المنشات التجاريه او الصناعيه ومنشات المناجم والمحاجر والبترول. يبقى اي حاجه جايه من المنشات التجاريه او من المنشات الصناعيه او منشات المناجم او المحاجر والبترول تعتبر من الايرادات الخاضعه للضريبه، يعني بناخد منها ضريبه. كمان ارباح اصحاب الحرف والانشطه الصغيره، اي حد عنده حرفه صغيره او انشطه صغيره انا برضو باخد منه ضرائب. الارباح التي تتحقق نتيجه العمليه او مجموعه العمليات التي يقوم بها عمليه السمسار، يبقى السمسار او الوكلاء بالعموله، وبصفة عامة كل ربح يحققه أي شخص بعمل الوساطة لشراء أو بيع أو تأجير العقارات أو أي نوع من أنواع السلع والقيم المنقولة خاضعة للضريبة. يبقى كم إيراد لغاية دلوقتي خاضع للضريبة؟ قال لي أول واحدة الأرباح المنشآت التجارية أو الصناعية ومنشآت المناجم والمحاجر والبترول، كمان أرباح الحصص أو أصحاب الحلف والأنشطة الصغيرة، الأرباح التي تتحقق نتيجة العملية أو مجموعة العمليات اللي هي يقوم بها السمسار أو الوكلاء بالعمولة، بمعنى اي حاجه تخص عمليه الشراء او بيع او تاجير العقارات برضه خاضعه للضريبه. يبقى ايه هي الحاجات الخاضعه للضريبه؟ قال لي الحاجات المنشات التجاريه والصناعيه خاضعه للضريبه، البترول خاضع للضريبه او الارباح اللي جايه من البترول خاضعه للضريبه، لمناجم الايه والمنشات المناجم والمحاجر الخاصه برضه بتخضع للضريبه، ارباح حصص ارباح اصحاب الحرف والانشطه الصغيره تعتبر خاضعه للضريبه، اي حاجه تقوم على عمليه الوساطه من شراء او بيع العقارات او تاجير العقارات برضو ارباحها خاضعه للضريبه. ايه الارباح تانية؟ قال لي ارباح نشاط النقل بانواع المختلفه، يعني اي حاجه بوسيله نقل تعتبر برضو من ضمن الارباح الخاضعه للضريبه، يعني بناخد منها ضريبه. كل الحاجات دي احنا بناخد منها ضرائب، كل اللي هقوله دلوقتي ده بناخد منه ضرائب. الأرباح الناتجة عن عمليات تقسيم الأراضي للتصرف فيها أو البناء عليها. نقول تاني الكلام ده، يبقى أول حاجة الأرباح من النشاط التجاري أو الصناعي أو المناجم الخاصة بالمحاجر البترول، أرباح وأصحاب الحرف والأنشطة الصغيرة، أرباح التي تتحقق نتيجة العملية أو مجموعة العمليات اللي خاصة بالسماسرة أو الوكلاء بالعمولة، أو بمعنى أصح أي حاجة تخص بيع أو شراء أو تأجير العقارية أو العقارات تعتبر خاضعه للضريبه، اي ربح يجي منها خاضع للضريبه، ارباح نشاط النقل بكل انواعه خاضع للضريبه، كمان الارباح الناتجه عن عمليه تقسيم الاراضي للتصرف فيها او البناء عليها. يعني ايه تصرف فيها؟ يعني انا ابيعها واشتريها، يعني انا عندي اشتري ارض وابيعها، ده خاضع للضريبه.
كمان لو انا اشتريتها وبنيت عليها مبنى واجرت المبنى ده او بعته او اتصرفت فيه بأي تصرف سواء بيع او شراء او تأجير، في الحالة دي برضو بيخضع للضريبة. ايه تاني قال لي الخاضع للضريبة؟ قال لي الارباح التي يحققها من يزاولون تشييد او شراء العقارات لحسابهم بقصد بيعها على وجه الاحتراف، سواء بيع العقار كله او جزء منه او توزيعه الى شقق او غرف او وحدات ادارية او تجارية او غير ذلك. بمعنى اصح، يعني انا لو دلوقتي جبت حتة ارض ورحت بنيتها، اي حاجة فيها او النشاط اللي يجي منها من عملية البيع، من عملية البيع او سواء انا مثلا انا بعتها كاملة او بنيتها ورحت بعتها غرف او بعتها وحدات سكنية، كل ده خاضع لمين؟ خاضع للضريبة. ايه تاني كمان خاضع للضريبة؟ قال لي ارباح منشآت استصلاح او استزراع الاراضي اللي ومشروعات استغلال حظائر تربية الدواجن، كل ده برضو خاضع للضريبة، او تفريغها آلية، وكمان حظائر تربية الدواب وحظائر تربية المواشي وتسمينها فيما يجاوز 20 رأس، ومشروعات مزارع ومصايد الثروة السمكية. يبقى تاني، ايه الارباح، ايه الارباح اللي بتخضع للضريبة او اللي انا اقدر اقول عليها ان دي عليها ضرائب؟ قال لي اول حاجة ارباح النشاط التجاري والصناعي، ارباح اصحاب الحرف الصغيرة او ارباب الحرف الصغيرة او المشروعات الصغيرة، كمان الارباح الناتجة عن شراء الاراضي او ايه اللي هو بيع الاراضي او التصرف فيها. يعني ايه بيع الاراضي؟ يعني انا اشتريت حته ارض وايه وببيعها، يبقى في الحاله دي انا بتاجر في الاراضي، يبقى اذا انا خاضع للضريبه. كمان طب انا اشتريت حته الارض وبنيتها وقسمتها الى وحدات سكنيه او وحدات او غرف او وحدات تجاريه وقمت بعمليه البيع بتاعها، برضو اي ربح يجي منها ده خاضع لمين؟ خاضع للضريبه. تعالوا بصوا معايا بقى كمان الارباح دي وركزوا فيها كده، ارباح منشآت استصلاح او استزراع الاراضي، يعني انا هصلح جزء من الارض او هزرعه، طبعا ده خاضع لمين؟ خاضع للضريبه، وهنقول الكلام ده طبعا بالتفصيل في امثله عمليه. كمان استغلال حظائر تربيه الدواجن، الدواجن ان انا بعمل مثلا مزرعه دواجن، المزرعه دي انا المفروض خاضعه لمين؟ خاضعه للضريبه، يعني اي ربح يجي منها سواء ايه خاضع للضريبه، سواء تفريغها اليا، وكمان حظائر تربية الدواب وحظائر تربية المواشي وتسمينها بس فيما يجاوز 20 رأس. يعني أنا 20 رأس، يعني أنا عندي مثلا 20 بقرة، 20 جاموسة، اللي يتجاوز عن 20 ده خاضع للضريبة، أقل من كده لا يخضع للضريبة. كمان مشروعات مزارع ومصايد الثروة السمكية. إيه تاني؟ قال لي بيتحدد صافي الأرباح التجارية والصناعية الخاضعة للضريبة على أساس إيه؟ قال لي على اساس انا بجيب الاجمالي كله، اجمالي كل اللي انا باخده او بحصل عليه او ارباحي، واخصم منه التكاليف والمصروفات اللازمه. يبقى انا بجيب كل الايرادات بتاعتي وكل النفقات بتاعتي، اجمع ايراداتي واطرح منها النفقات بتاعتي، يديني مين؟ يديني اجمالي الربح. يبقى اساسا انا بحدد صافي ايه الارباح الناتجه من العمليات التجاريه والصناعيه الخاضعه للضريبه على اساس اجمالي الربح بعد خصم جميع التكاليف. جميع مين؟ التكاليف اللازمه لتحقيق الارباح. التكاليف والمصروفات واجبه الخصم ما ياتي، يعني انا مش اي مصروفات انا كمأمور ضرائب بعترف بيها، مش اي مصروفات يحطها الممول او يحطها صاحب المشروع انا هعترف بيها، لا، في حاجات انا بعترف بيها كمصلحه ضرائب وفي حاجات انا ما بعترفش بيها كمصلحه ضرائب، والكلام ده هناخده بالتفصيل او خدناه بالتفصيل في المثال الخاص بالنشاط التجاري والصناعي اللي هو سبب التعديلات او كشف التعديلات. انا دلوقتي بيبقى اما اروح لاي مشروع تجاري خاضع طبعا ايراده للايه للضريبه، المفروض انا بقول لهم دلوقتي ادوني قائمه الدخل بتاعتكم وادوني المستندات بتاعتكم وازاي انتوا عملتوا الاقرار الضريبي بتاعكم، فيروح يجيبوا لي طبعا احنا كسبنا كذا، طبعا المحاسب بتاع المنشاه او بتاع الشركه يجيب لي الحسابات بتاعته ويقول لي احنا حققنا صافي ربح السنه دي كذا، اقول له طب هات مستنداتك وهات قائمه الدخل مصروفاتك، انت حاطط ايه مصروفات وحاطط ايه ايرادات، وتعال نشوف ايه اللي بيخضع للضريبه وايه اللي مش هيخضع للضريبه، ايه اللي انا هعترف لك بيه وايه اللي مش هعترف لك بيه، ايه اللي المفروض يتحط وايه اللي المفروض ما يتحطش. فبالتالي انا كمأمور ضرائب او كمصلحه ضرائب المفروض انا بصلح له اخطاء بما يتناسب مع مصلحه الضرائب. طبعا في حاجات في المحاسبه الماليه احنا بنحطها مصلحه الضرائب ما بتعترفش بيها خالص، زي المخصصات والاهلاكات كل ده ما بتعترفش بيه والاحتياطات، تقول لك لا المخصصات كلها دي المفروض ان انا هيحصل بعد كده الخطر ده او الخساره دي،
فبالتالي دي احتماليه، وطول ما انا كمصلحه ضريبه انا ما بعترفش بالاحتمالات، ما بعترفش بالاحتمالات. انا المفروض دلوقتي المبلغ بتاعي اللي انت خدته كله في ارض الواقع، واللي صرفته والخساره بتاعتك في ارض الواقع دي اللي انا بعترف لك بيها، لكن اي حاجه احتماليه ممكن بكره تحصل انا ما بعترفش بيها. تعالوا نشوف ايه الشروط الواجب الواجبه على المصروفات بتاعتي او التكاليف بتاعتي. قال لي اول حاجه عندي ان تكون مرتبطه بالنشاط التجاري او ايه او الصناعي. لازم تكون اول حاجه ايه؟ مرتبطه بالنشاط التجاري او الصناعي للمنشاه ولازمه لمزاوله هذا النشاط. يبقى اول شرط في المصروفات ان انا احطها في قائمه الدخل وتحت يخصم منه واطرحها من ارباحي، ان تكون مرتبطه بالنشاط التجاري او الصناعي للمنشاه ولازم تكون ايه؟ لازمه لمزاوله هذا النشاط. ما ينفعش اي مصروفات وخلاص، لازم تكون لازمه للنشاط ولازم تكون كمان مهمه ليها ولازم تكون مرتبطه بالنشاط نفسه. ما ينفعش ان انا اعمل اي مصروفات بعيد عن النشاط الخاص بي. تاني شرط ان تكون حقيقيه. لسه انا بقول ان تكون حقيقيه ومؤيده بالمستندات. يعني ما ينفعش ان انا احط مصروفات ما يكونش ليها مستند. ايجار يبقى لازم احط ايه؟ وصل الايجار. النور والميه يبقى لازم احط الفاتوره بتاعت النور والميه. لازم نحط الايه؟ وصل النور، لازم نحط وصل الكهرباء، لازم نحط وصل الميه، لازم نحط وصل التليفون. يبقى لو اي مصروف انا بصرفه لازم يبقى عندي ايه؟ يبقى عندي وصل ليها. فواتير، انا اشتريت حاجه يبقى لازم عندي فواتير. يبقى اذا بعت حاجه يبقى لازم عندي فواتير. يبقى اذا اي مصروفات واي ايرادات لازم يكون بالمستندات. يبقى اذا تاني شرط ما ينفعش صاحب المشروع او الممول بتاعي ان هو يحط المصروفات من غير ما يكون ليها مستندات، من غير ما يكون ليها مستندات. طيب ايه تاني؟ طب ايه هي التكاليف والمصروفات واجبة الخاص؟ يعني اللي المفروض يخصمها، اللي المفروض يطرحها. قال لي عوائد القروض ايا كانت قيمتها، عوائد القروض ايا كانت قيمتها، وذلك بعد خصم العوائد الدائنة غير الخاضعة للضريبة او المعفاة. يبقى اي حاجة، اي قروض انا بدفع عليها عوائد المفروض دي من التكاليف واجبة الخصم، يعني دي مصروفات فعلية. ايه تاني؟ قال لي الرسوم والضرائب ما عدا الرسوم والضرائب التي تتحملها المنشأة ما عدا الضريبة. يعني ما عدا الضريبة اللي هي ضريبة الدخل، ما عدا ضريبة ايه؟ الدخل. يعني انا حسبت لك الضريبة المفروض ما تحطش من ضمن يخصم منه ضريبة على الدخل، يبقى انا هخصمها منك باليمين انت تحطها لي بالشمال؟ لا طبعا. ما هو معنى ان هو يخصمها من صافي الربح الجديد في الحاله دي يبقى هو هينقصني من الارباح بتاعته. لا، المفروض الضريبه بتاعتك دي بعيد عن الايه؟ مش مصروفات ايه او غير من إيه؟ انا مش بعترف بيها كتكلفه، او هي مش من التكاليف واجبه ايه؟ واجبه الخصم. يبقى الرسوم والضرايب انا بعترف بيها ولكن ما عدا ايه؟ الضريبه على الدخل. ايه تاني؟ قال لي اقساط التامينات الاجتماعيه اللي احنا قلنا عليها قبل كده يا سنه ثالثه في وحده الاجور في سنه كام؟ في سنه ثانيه، اللي هي قال لي 11% اللي تخص العامل و18 75% دي بتخص ايه؟ المنشاه نفسها. يبقى اذا اقساط التامين الاجتماعي انا بتنقسم لايه؟ لجزئين، إيه؟ جزء لصالح العاملين وجزء لصالحه هو. طبعا المنشاه النسبه بتاعتها 18 75 والعمال بنسبه 11% وخدناها في الاجر الاجر التاميني الخاص بالتامينات الاجتماعيه اللي عملناها فيه ضريبه على المرتبات وما في حكمها. قال لي اهلاكات الاصول الثابته. اهلاكات الاصول الثابته انا بعترف بيها كمصلحه ضرائب، لان المفروض ان الاصول الثابته لما بتستهلك فيه خساره فعليه، لان المفروض الاصول الثابته ليها اهلاك، لا يبقى الاصل ايه؟ على حاله، على المثل يعني، ما فيش حاجه بتبقى على حالها، كل حاجه بتستهلك وكل حاجه بتتنقص قيمتها. يبقى اذا اهلاكات الاصول الثابته انا بعترف بيها او بتعترف بيها مصلحه الضرائب ولكن في حدود نسب معينه وهنقولها النسب دي. قال لي المبالغ التي تستقطعها المنشآت سنويا من اموالها او ارباحها لحساب الصناديق الخاص. المبالغ اللي بتستقطعها المنشآت من اموالها او ارباحها للصناديق الايه؟ الصناديق الخاص. قال لي برضو دي من ضمن المبالغ اللي هي خاضعه اللي انا بعترف بيها كمأمور ضرائب، لكن بس ما بتزيدش عن 20% من اجمالي المرتبات او اجمالي الاجور الخاصه بمين؟ بالعاملين بالمنشأة. يبقى المبالغ اللي بتستقطعها المنشآت سنويا سواء من اموالها او ارباحها لحساب الصناديق الخاصه برضو من التكاليف واجبه الخصم. يبقى عوائد القروض ايا كان نوعها، الرسوم والضرائب ما عدا الضريبه على الدخل،
اقساط التامين الاجتماعي سواء اللي بتسددها المصلحه نفسها او المنشاه نفسها او العاملين، اهلاكات الاصول الثابته طبعا دي من التكاليف واجبه الخاص، المبالغ التي تستقطعها المنشات سنويا من اموالها وارباحها لحساب الصناديق الخاصه برضو من ضمن المصروفات واجبه الخاص. اقساط التامين ضد العجز او الوفاه. وقلنا سنه ثالثه ان انا من حقي كممول او صاحب منشاه سواء لنفسه او لمجموعه الشركاء اللي معاه، يعني امنوا على نفسهم كلهم او واحد امن على نفسه لصالح باقي الشركاء، قال لي في الحاله دي بس ما يزيدش عن ال 3000، يبقى لا إيه؟ لا يتجاوز او لا يزيد عن ال 3000 مين في السنه. يبقى التكاليف والمصروفات واجبه الخصم تاني عباره عن عوائد القروض ايا كان نوعها او قيمتها بعد خصم العوائد الدائنه غير الخاضعه للضريبه. طبعا الرسوم والضرائب التي تتحملها المنشات ما عدا الضرائب. اقساط التامين الاجتماعي من ضمن التكاليف واجبه الخاص لصالح طبعا العاملين ولصالح المنشاه نفسها. اهلاكات الاصول الايه الثابته معترف بيها، المبالغ اللي بتستقطعها المنشات سنويا من اموالها او ارباحها لحساب الصناديق الخاصه معترف بيها كتكلفه. اقساط التامين على الحياه ضد العجز او الوفاه طبعا بس بقى لا تتجاوز ال 3000 في السنه. كمان التبرعات المدفوعه للحكومه ووحدات الحكم المحلي وغيرها من الاشخاص الاعتباريه العامه ايا كان مقدارها، لان دي بيبقى لها مستندات مؤيده بيها. يبقى التبرعات المدفوعه لمين؟ للهيئات الحكوميه. حتى لما نيجي نعمل كشف التعديلات هنقول ان كل التبرعات تضاف ما عدا التبرعات الخاصه بالحكومه، دي ايه لا اثر يعني لا تضاف ولا تقسم بايا كان قيمتها، ايا كان قيمتها. طيب ايه تاني؟ قال التبرعات والاعانات المدفوعه للجمعيات والمؤسسات الاهليه المصريه المشهره طبقا لاحكام القوانين المنظمه لها ولدور العلم والمستشفيات الخاضعه للاشراف الحكومي. طبعا الجمعيات الخيريه المصريه المشهره بتبقى خاضعه للاشراف الحكومي، فبالتالي اديتها نسبه 10% من الربح ايه السنوي الصافي للممول. طبعا 10% بس لما اجي احسبها انا في كشف التعديلات المفروض هي لا تتجاوز ال 10%. لما اجي اعمل كشف التعديلات المفروض ان انا بضيفها مؤقتا لغايه ما بجيب صافي الربح الضريبي او صافي الربح المعدل اللي هو بعد عمليه التعديل، واضربها طبعا في 10/110. احنا هنقول بعد كده ان كل التبرعات طبعا تضاف ما عدا التبرعات الخاصه بالحكومه، دي اللي هي لا اثر بالنسبه لها ايا كان قيمتها. اما التبرعات لجمعيات خيريه مصريه مشهره طبعا التبرعات دي طبعا بتعترف بها مصلحه الضرائب ومن التكاليف واجبه الخصم، ولكن لا تتجاوز ال 10% من صافي الربح الضريبي بعد التعديل او المعدل، وانا هعترف لك بيه بس ما يتجاوزش ال 10%. نركز بقى ايه تاني؟ لا يعد من التكاليف واجبة الخصم. يعني ايه هي التكاليف اللي اول ما اشوفها اقول له ارجع ضيف، اقول له ارجع ايه ضيف، الكلام ده انت حاطه بالغلط، دي المفروض ما احطهاش خالص تحت قائمة الدخل فيخصم منه او تحت بند المصروفات خالص. يبقى اذا في تكاليف معترف بها وفي تكاليف مصلحة الضرائب ما بتعترفش بيها. احنا قلنا مصلحة الضرائب بتعترف بالتأمينات الاجتماعية سواء ليها او للعامل، بتعترف بالتبرعات بس لجمعيات ايه للحكومه بالكامل وللجمعيات الخيريه بما لا يتجاوز 10% من صافي الربح الضريبي كمان اللي هو المعدل. كمان بتعترف بمين؟ قال لي بتعترف بكل التكاليف الخاصه بعوائد القروض بتعترف بيها. بتعترف بالتامين على حياه الممول سواء لصالح نفسه او لصالح اهله، اي طبعا بس لا يتجاوز مبلغ ال 3000، كل ده بتعترف بيه. طب ايه اللي اول ما اشوفه انا حطه انا كمأمور ضرائب حطه الشخص ده او صاحب المنشأة او المحاسب في قائمة الدخل في بند المصروفات اقول له ارجع، ده غلط، ده يتضاف على طول. ركزوا معايا في اول بند، قال الاحتياطات والمخصصات على اختلاف نوع. يبقى كل الاحتياطات احتياطي توسعات، احتياطي طوارئ، احتياطي تسديد ديون، كل الاحتياطات. اصلا انا حطيت كلمة احتياطي، انا حاطه مبلغ على جنب كده احتياطي، بس انا مسميه كل المبلغ ده ده عشان اسدد بيه الديون، ده عشان اعمل عمليه توسيع بيه. يبقى اذا او ده تسديدات، يبقى اذا انا بعمل احتياط، الاحتياط ده المفروض ده ارباحي لا خاضع للضريبه، انت ما تحطوش من ضمن المصروفات عندك، ده لا تعترف بيه مصلحه الضرائب. ايه اللي ما بتعترفش بيه برضو؟ قال لي كل المخصصات ما بتعترفش بيها مصلحه الضرائب. احنا خدنا ايه المخصصات في الـ في الـ في الجرد يا سنه ثانيه يا سنه ثالثه؟ في سنه ثانيه احنا خدنا جرد الاصول المتداوله
وقلنا الاصول المتداوله عباره عن الخزينه والبنك واوراق القبض والاوراق الماليه والبضاعه والعملاء. طب ايه المخصصات اللي انا بعملها لهم وبنحطها في قائمه او بندرجها في قائمه الدخل في بند المصروفات؟ قال لي اوراق الماليه انا بعملها مخصص هبوط اسعار اوراق ماليه. الاوراق القبض انا بعمل له مخصص اسمه مخصص الاجيو. المدينون انا بعمل لهم مخصصين، مخصص ديون مشكوك فيها ومخصص خصم مسموح بيه. المخصصات دي قالت مصلحه الضرايب اول ما بيشوفها يتخض كده، ارجع ضيف. ده كله يضاف. يبقى اذا ايه اول حاجه ما بتعترفش بيها مصلحه الضرايب؟ قال لي كل المخصصات وكل الاحتياطات على اختلاف انواعها. تعالوا نشوف تاني. قال لي ما يقضى به على الممول من غرامات وعقوبات ماليه وتعويضات بس بسبب ارتكابه هو او ارتكاب احد تابعيه ادى الى جنايه او جنحه عمديه. يعني اي حاجه يعملها الشريك او اللي تبعه ادت الى ان هو خد غرامه بسبب ان هو عمل جنايه او جنحه، طبعا دي الكلام ده مصلحه الضرائب ما بتعترفش بيه خالص. تقول له ده انت اللي ارتكبته، انت اللي عملته، انت السبب فيه، ارجع ضيف الكلام ده. ما ينفعش ان انت تحطه لي من ضمن المصروفات بتاعتك، تبقى انت عامل المصيبه بره ودفعت غرامات تيجي تحملها لي انا او تحملها للمنشأ، فبالتالي تنقصني من مبلغ الضريبه بتاعتي. يقول له لا، كله ده ارجع ضيفه مره تاني، ارجع ضيفه مره تاني. يبقى اذا اول حاجه انا ما بعترفش بيها، اول ما اشوفها كده على طول اقول له مخصص كل المخصصات باختلاف انواعها وكل الاحتياطات باختلاف انواعها، ارجع عدل الكلام ده وصلحه وضيف، لان ده غلط. التي لا تعترف بها مصلحه الضريبه نقولها كده، او لا ايه المصروفات التي تعتبر ليست من التكاليف واجبه الخاص. قال لي كل المخصصات اول ما اشوفها اقول له تضاف، كل الاحتياطات اول ما اشوفها اقول له ايه تضاف. قال لي كمان ما يقضى به الممول من غرامات بس بسبب ارتكابه هو، يعني غرامه ادت ان هو عمل حاجه ادت الى جنايه او جنحه سواء هو او التابعين ليه، فبالتالي اتغرم. قال لك لا، الغرامه دي تدفعها من جيبك انت اللي تتحملها، ما تحملهاش للمنشاه وما تتحملها وانا ما اتحملهاش. ما هو مصلحه الضرايب لما تيجي تخصم لك انا من المبالغ بتاعتك، فبالتالي ربحك هيقل وربحك هيقل، يبقى اذا الضريبه هتقل. يبقى في الحاله دي انا ايه، انا إيه؟ انت حملتني حاجه انت اللي غلطت فيها. ايه تاني؟ قال لي الضريبه على الدخل المستحق. الضريبه على الدخل، انا المفروض الضريبه على الدخل دي مش من التكاليف واجبه الخصم، ده مبلغ بعد اللي انت كسبت انا بخصم لك من المبلغ ده ضرايب. الضرايب ده ما تخصموش من صفر الربح الجديد. يبقى اذا الضريبه على الدخل المستحقه ليست من التكاليف، نغنيها كده، ليست من التكاليف واجبه الخصم او غير معترف بها كتكلفه، لذلك ارجع عدل وصحح طبعا الكلام ده. ايه تاني اللي اول ما اشوفه اقول له ارجع؟ قال العائد المسدد على القروض فيما يجاوز مثلي سعر الائتمان والخصم المعلن لدى البنك الايه؟ المركزي في بدايه السنه الماليه التي تنتهي فيها الفتره الضريبيه. قال لي انا المفروض ان انا بدي قروض او باخد قروض، انا عوائد على القروض دي مصروفات بالنسبه لي لان انا باخد قرض وبدفع عليه فوائد. الكلام ده على الفوائد اللي انا بدفعها مش اللي انا بحصلها، يعني انا مش انا اللي باخد قرض، مش انا اللي مدي قرض، انا واخده قرض سواء من البنك او من ايه، من احد المنشآت اللي بتدي قروض، فبالتالي المفروض القرض الفوائد بتاعته قال لي ايه؟ ما تزيدش عن مثلي. مثلي يعني ايه؟ يعني اضرب الرقم المعدل بتاع البنك المركزي في 2، يعني لو معدل البنك المركزي 20% يبقى 40%، لو معدل البنك المركزي 10% يبقى 20%، ما يتجاوزش معدل ايه المثل مثلي. مثلي يعني اضرب المعدل في كام؟ في 2. تاني ده ان انا باخد مبلغ المعدل الخاص بالبنك المركزي واضربه في 2. المبلغ الضرايب او العوائد اللي انا بدفعها المفروض اللي هي عوائد على القروض المفروض ما تتجاوزش المعدل بتاع مثلي المعدل الخاص بالبنك المركزي، يعني ما يزيدش عن ضعف البنك المركزي. لو زاد اقول له ارجع ضيف. يعني لو المبلغ انا هحسبه، طبعا الكلام ده ان شاء الله هناخده بالتفصيل في الحلقات اللي جايه باذن الله في امثله متنوعه بالمسائل العملي بالارقام تفهموا يعني ايه الكلام ده. يبقى اذا العائد المسدد على القروض فيما يجاوز مثلي سعر الائتمان والخصم المعلن لدى البنك المركزي في بداية السنة المالية التي تنتهي فيها الفترة الضريبية. ايه تاني؟ قال لي عوائد القروض والديون على اختلاف انواعها المدفوعة لاشخاص طبيعيين غير خاضعين للضريبة او معفين منها. قال لي كل العوائد والقروض على اختلاف انواعها لاشخاص مالهم معفاة اصلا، هم معفين من الضريبة، يبقى اذا دي لا تعتبر من ايه التكاليف واجبة الخاص، ارجع برضو ضيفها. ركزوا بقى معايا في الجدول ده.
اللي هي ايه هي معدلات الاصول الثابته. اول حاجه عندي نسبه الاهلاك المعتمده من مصلحه الضرائب. احنا قلنا ان الاصول الثابته المفروض بنحسب لها اهلاك، ومصلحه الضرائب بتعترف بمين؟ بالاهلاكات بتاعه الاصول الثابته، لكن مش بتعترف بالمخصصات او الخاصه بالاصول المتداوله. طيب ايه هي نسب الاهلاك والاصل الثابت؟ اول معدل عندي 5%. قال لي ال 5% دي لمين؟ قال لي دي بياخدها، يعني انا بحسبها للمباني والمنشآت والتجهيزات والسفن والطائرات. يبقى نسبة ال 5% دي لمين؟ قال لي للمبنى، يعني انا لما اجي احسب الاهلاك للمباني احسبه بمعدل 5%، للمنشآت بمعدل 5%، للتجهيزات بمعدل 5%، للسفينة في 5%، للطائرة في 5%. تمام. طب 10% لمين؟ قال لي الاصول المعنوية زي شهرة المحل. يعني انا لو عندي شهرة محل وليها اهلاك يبقى لا تتجاوز ال 10%، يعني ما تزيدش عن ال 10%. طيب ال 50%، قال ال 50% للحاسبات الآلية ونظم المعلومات والبرامج. 25% قال لي للاصول الاخرى بخلاف ذلك. تاني المعدلات دي لانها مهمة في المرافق سنة ثالثة. ال 5% للمباني والمنشآت والتجهيزات والسفن والطائرات. 10% لشهرة المحل. 50% للحسابات الآلية ونظم المعلومات والبرامج. 25% للأصول الأخرى، طبعا بخلاف مين؟ بخلاف ذلك. بخلاف ذلك إيه الأصول اللي أنا مش لاقيها في الثلاثة اللي فاتوا؟ قال أنا ما لقيتش ولا الآلات ولا الأساس ولا السيارات. خلاص، يبقى إذا دي بتحسب، واللوحة المعدنية الثابتة طبعا بمعدل 25% لأن اللوحة المعدنية الثابتة هناخدها في بند المعلومات في كشف التعديلات. يبقى اذا الاصول الاخرى بخلاف ذلك، يعني بخلاف المباني والمنشات والشرطة المحل والحاسبات الاليه اللي هي الاساس والالات والسيارات، بتحسب بمعدل 25 في كام في الميه. طيب يجوز بناء على طلب الممول، ركزوا في الملحوظه دي كويس خالص، ان تخصم نسبه 30% من تكلفه الالات والمعدات. يبقى في نسبه اضافيه لمين؟ للالات فقط هي والمعدات بمعدل 30%، وذلك ايه؟ عند شرائها لما تكون جديده او مستعمله، وذلك في اول فتره ضريبيه بيتم خلالها استخدام تلك الاصل. يعني انا اول مره اشتري اله المفروض في اهلاك اضافي بمعدل 30%. اول مره استخدم الاله دي برضو، سواء يعني انا جبت اله سواء مستعمله او جديده ليها اهلاك، بدون طبعا الاهلاك العادي اللي هو ال 25%، لكن قال لك اول ما بدات استخدم الاله قال لي الاهلاك الالات على طول بكام؟ في 30% دي اهلاك اضافي. اديكم مثل بسيط يا سنه ثالثه. انا لما اروح اشتري موبايل جديد لاول مره واروح بيه في البيت واروح ايه حاطه الشريحه ومشغلاه وقعدت بيه ساعتين او 3 ساعات، انا كده اسمي استعملته او استخدمته، ما ينفعش ارجعه لايه؟ لصاحب المنشاه او صاحب المحل في نفس اليوم، ولو رجعته يقول له لا انا هنقص من قيمته. ليه؟ لان انت بمجرد ما فتحته كده استهلك. يقول انا لسه ده انا حتى ما عملتش مكالمات، ده انا ما نزلتش حاجات فيه، ده انا ما عملتش فيه حاجه. يقول لك بمجرد ما انت فتحت الاله تعتبر استهلكت. فقال لك ان يجوز لصاحب الايه المنشاه او الممول ان هو بطلب منه طبعا ان هو يخصم 30% من قيمه تكلفه الالات والمعدات المستخدمة في الاستثمار في مجال الانتاج سواء كانت جديدة او مستعملة، وذلك في اول فترة ضريبية لها عندي في المنشأة. طيب احنا قلنا ان الاصول الثابتة كلها تستهلك ما عدا الاراضي. نتذكر مع بعض ايه الاصول الثابتة كده. انا عندي اصول ثابتة اراضي. الاصول الثابتة في ملموسة وفي غير ملموسة. الاصول الثابتة الملموسة اللي هي الاراضي، المباني، الأساس، الآلات، السيارات. طبعا الغير ملموسة اللي هي شهرة المحل، براءة الاختراع، والعلامات التجارية. طيب بتستهلك ازاي الأصول الثابتة؟ قال لي كل الأصول الثابتة بتستهلك بالمعدلات اللي احنا لسه قايلينها، لكن ما عدا الأراضي لا تستهلك ولا يحسب لها أي إهلاك، ولا يحسب لها أي إهلاك. بصوا معايا في التكة دي بتاعت السؤال بيقول لي ايه في الملحوظة أسفل، لا يحسب إهلاك للأرض والأعمال الفنية والأثرية والمجوهرات والأصول الأخرى للمنشآت غير القابلة بطبيعتها للاستهلاك. تاني، لا يحسب إهلاك لمين؟ للأراضي. الكلام ده ممكن يصح وغلط، ممكن يجي يا سنة تالتة اختياري، ممكن يجيني أكمل. يبقى لا يحسب إهلاك للأرض والأعمال الفنية والأثرية والمجوهرات
والأصول الأخرى للمنشآت غير طبعا القابلة بطبيعتها لمين؟ للاستهلاك. يسمح بخصم الديون المعدومة. بص تكت الديون المعدومة دي. قال الديون المعدومة دي تعتبر عبء وخسارة على المنشأة، ولكن في شروط عشان أنا أعتبر أنا كمصلحة ضرائب إن دي ديون معدومة. ما ينفعش إن أنا أقول دي ديون معدومة كده وخلاص. الديون المعدومة دي مبالغ المفروض إن أنا مستحقة ليا لدى الغير، وأنا للأسف ما قدرتش أحصلها. طيب أما أجي أنا أقدم الإقرار الضريبي أو أقدم المستندات بتاعتي وأقول لهم إن دي ديون معدومة، يقول لي طيب تعالوا نشوف هل الديون المعدومة دي بينطبق عليها الشروط الأربعة ولا لا ينطبق؟ إيه هي الشروط الأربعة؟ قال لي أقولها كده وبعد كده نتناولها هنا. قال لي أول شرط عشان خاطر أعتبر إن دي ديون معدومة لازم تكون مؤيدة بالمستندات، يعني لازم يكون ليها مستند. تاني حاجة لازم تكون تخص النشاط، يعني ما ينفعش إن أنا أقول إيه أصل أنا كنت مسلف واحد من فلوس الخاصة وراح ما جابها ليش ومشي وهرب وانا ما لقيتوش تاني، فبالتالي طب لا، يقول لك ده دي خاصه بنشاطك، ولا دي انت اشتريت حاجه، طب بعت حاجه، اسف بعت حاجه لحد وانت المفروض تحصلها وما حصلتهاش، يقولوا لا دي مبلغ بتاعي وانا عدمته، يعني انا ما لقيتوش فاعتبرته ديون معدومه. قال لي ده ما تعتبرش ديون معدومه لان دي لا تخص النشاط. يبقى اول حاجه لازم تكون مؤيده بالمستندات، لازم تكون خاصه بالنشاط التجاري او الصناعي، كمان لازم يكون عدى عليها 18 شهر. يعني انا ما اقدرش اكتب في بند المصروفات ديون معدومه الا لما يكون الديون المعدومه دي عدى عليها سنه ونص. سنه ونص طبعا اللي هي 18 شهر، لكن لما يقول لي ده عدى عليها 16 شهر، لا استنى شويه، استنى شهرين عشان تعتبرها ديون معدومه، لسه في فتره. انا ما بعتبرهاش ديون معدومه الا لما تمر ال 18 شهر. الا لما يمر ال 18 شهر، يبقى اذا دي ما تعتبرش ديون معدومه. طيب ايه اخر شرط؟ قال لي اخر شرط بالنسبه لي ان لازم يكون انا كممول او كصاحب مشروع او كصاحب نشاط لازم اكون اتخذت كل الاجراءات الخاصه بتحصيل المبلغ ده. مش هبقى قاعده كده والمبلغ اللي المفروض يجي لغايه عندي. انا عارفه ان الشخص ده هيقفلس او هيعلن افلاسه وانا ابقى قاعده ساكته وليا مبلغ وقدره عنده. لازم اسعى حتى ان انا اخد جزء من الديون بتاعتي. فبالتالي لو لم يتخذ صاحب المنشأة او صاحب المشروع التجاري او الشركة في المشروع اي الاجراءات القانونية عشان احصل على فلوسي لا تعتبر ديون معدومة، لان دي بسبب اهمالك، لان انت اهملت. لو كنت انت رحت وسعيت ان انت تقول هات فلوسي مرة واثنين وثلاثة واربعة هيديك حتى جزء منهم، مش كله ده هيبقى ايه ديون معدومة. فبالتالي اي حاجة بسبب اهمالك دي مش هتعتبر ديون معدومة. يبقى انا عندي كام شرط عشان خاطر اعتبر الديون المعدومه؟ بص بند الديون المعدومه لوحده ليه، قال لك مش كلمه وخلاص، مش معلومه محاسبيه وخلاص، مش نوع من انواع الحسابات وخلاص. قال لي لا، الديون المعدومه مش خساره او لا تتوافر فيها كلمه خساره او ايه، ما احطهاش من ضمن بند المصروفات او الخسائر بتاعتي الا لما ينطبق عليها الاربع شروط بتاعتي. لازم تكون خاصة بالنشاط بتاعي، لازم يكون عدى عليها 18 شهر، لازم تكون مؤيدة بالمستندات، لازم أكون اتخذت كل الإجراءات القانونية الخاصة بمين؟ الخاصة بتحصيلها. لكن لو ما أخدتش الخطوة إن أنا أحصل على أو أحصل على فلوسي أو أسعى إن أنا أحصل على فلوسي، عمر فلوسي ما هتجيني لغاية عندي. لازم إن أنا إيه أسعى ولازم أعمل الإجراءات القانونية عشان أحصل على فلوسي. لكن أنت ما عملتش الإجراءات يبقى بالنسبة لك تعتبر خسارة بس بسبب إهمالك، واحنا كمأمور ايه كمصلحه ضرايب ملناش دعوه باهمالك، اهمالك تتحمله انت لكن ما تتحملهوش المنشاه. تعال نشوف الشروط الاربعه. قال لي اول شرط ان يكون لدى المنشاه طبعا حسابات منتظمه. حسابات منتظمه يعني لازم يكون ماسكه ايه، ماسكه دفاتر منتظمه بتسجل كل حاجه، تبقى مؤيده بالمستندات. كلمه حسابات منتظمه اللي هي تكون مؤيده بالمستندات. لازم تكون مرتبطه بنشاط المنشاه، لازم تكون كمان مرتبطة بنشاط المنشأة. أن يكون قد سبق إدراج المبلغ مقابل للدين ضمن حسابات إيه المنشأة، يبقى لازم يكون تم إدراكها قبل كده إن هي أصلا يعني إيه موجودة، كانت موجودة أصلا في عندي في المستندات. يعني أنا بعت الفلان مثلا، بعت أديكم مثال كده ركزوا معايا. أنا لو أنا قلت دلوقتي إن أنا بعت إلى محلات السلام بطول مسجلة عملية البيع، هقول من حساب منشأة السلام إلى حساب المبيعات. جه تحت بيقول لي إيه؟ أفلس العميل، أفلست محلات السلام. أفلست
محلات السلام، وقدرت ان انا احصل على جزء من المبلغ بتاعي عنها، فبالتالي المبلغ ده المفروض ان انا هعتبره ديون معدوم. يبقى اذا انا كنت مسجله العمليه نفسها، مسجله العمليه نفسها، فبالتالي لما يجي بعد كده ان انا اعدمت او في ديون معدومه بسبب العمليه دي، يبقى كده ايه مدرجه عندي. طيب اخر حاجه ان تكون المنشاه اخذت اجراءات جاده لاستيفاء الدين ولا ايه ولم تتمكن من تحصيله خلال 18 شهر. ايه اللي بيعفى من الضرائب؟ قال لي ارباح منشات الاستصلاح او استزراع الاراضي وذلك لمده 10 سنين. قال لي ارباح منشات الانتاج الدواجن وتربيه المواشي وتسمينها ومشروعات مصايد ومزارع الاسماك وارباح مراكب الصيد وذلك برضه لمده 10 سنوات. العوائد التي يحصل عليها الاشخاص الطبيعيون من حسابات التوفير، الودائع في البنوك، الصناديق، صندوق البريد، شهادات الاستثمار، كل دي ايراداتها معفاه من الضرائب. الارباح كمان اللي بتحقق من المشروعات الجديده بسبب تمويل الصندوق الاجتماعي للتنميه في حدود نسبه هذا التمويل الى راس المال والمستثمر وبحد اقصى 50% من الربح السنوي. وبكده يا سنه ثالثه نكون انتهينا من الجزئيه الخاصه بالمنشآت التجاريه والصناعيه بالنسبه ايه اللي بيدرك في المصروفات وبعترف بيه، ايه اللي بيدرك في المصروفات وانا ما بعترفش بيه، ايه الارباح اللي المفروض خاضعه للضرائب. طبعا اتمنى ان انا اكون وفقت في توصيل المعلومه وتكون وصلتكم، و اشوفكم في الحلقات الجايه ان شاء الله. تمنياتي لكم بالتوفيق والنجاح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.